السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك. أول سؤال كي أقبرة جسكنك بشمارة. من ربك؟ تي رب كين تي پروردگار كين. تقول ربي الله. تقول شيء مني رب الله رب العالمين. الذي رباني يعني خلقني ورزقني. همايك منا جور كتاب ومنا رزق ديا جاي. وأنزل القرآن وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام. وقرآن مجيد نازل كتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم رهداتا ميسرا. حتى نتربى في الداخل. تاكي ماوتي تربية بكرين باطين سورة داخلي سورة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق لابد أن يعبد الله سبحانه وتعالى. أنا الله رب العالمين ما بيدا كانوا كريس ديو قر ألمين مسرك مهما عبادة بكني. من صرف شيئا من العبادة لغير الله مشرك شرك أكبر مخرج من الملة. هركسيا كي عبادة الله رب العالمين بيرجر ديش ودق مخلوقي طرف أكوت قر شرك شرك أكبر وخالد مخلد في النار يعني هميشة كي جهنم توكبي. نحن الآن طلاب علم نتعلم حتى نحذر من الشرك ونحذر الناس. ما نودر برين طالب علمي ما إيجيز السكين وياد غيرين تاكي ما تشا شرك أكبر ببتشين وبركي. أما الحكم على الأشخاص هذا لكبار العلماء للقضاء الشرعيين. أما حكم جناك كي فلاني مشركي يا مشركي نهي إي مي كار نهي بل كي هما مزني عالماني كارين وهما قاضي وقضاة وحاكماني كارين كي أبو شن كي مشركي يا مشركي نهي. نعم لابد نعلم الناس نفقه الناس نخرج الناس من الظلمات إلى النور والله أعلم. ميسرا اللمين كي ما مردمان بسك كاريني عن دعوة بدين تهاريا بكشنش روشناي طرفا بيارنش.